هذا البرنامج برعاية ترانسفير جالاكسي، سبيس تاون، اس سي موبلر، هيل بوب، الشامي سنتر، حلويات طيبة. برحب فيكم مشاهدين طبق وبلد بحلقة المبحترة. هيدي أكلة لبنانية وتحديداً بيروتية، مكونة من بيض وبندورة. كلمة كانت غريبة على الناس اللي سألناهن عنها، بس يا ترى لقينا من عرفها بالآخر؟ خلونا نشوف فقرة المسابقات، وانتو أكيد ما تنسوا تتفاعلوا معنا بلايك أو تعليق أو شير لينزل اسمكن ضمن السحب لتربحوا تذكرة الطيران من سبيس تاون. مرحبا مرحبا، بتحكي عربي؟ مرحبا، بتحكي عربي؟ لا والله ما بتحكي عربي. جاب النوتات الحلوين اللي جاب. هذا صبي. لا جاب هذا صبي. نايل هذا صبي. شو رايك فيه؟ مرحبا، شو اسمك؟ إيلين. سيرين. إيلين. وين؟ من أريتريا. من أريتريا. من أريتريا أنتي؟ أول مرة بيطلع معنا بالبرنامج طبق وبلد. بيحضروا على الكومبس؟ لا والله. بيحضروا أول مرة بيطلعوا معنا من أريتريا. بدنا نسألكم عن الأكل طبق وبلد. بيحضروا على الكومبس؟ إيه بنحضر والله بالمناسبة. شفتي؟ اليوم شفت انترفيو مع واحد. بعرف. أنت جايب هلا أكيد أغراض البيت والمدام تطبخ ويلا الأكل، ما هيك؟ اي نعم. ليبيا شو اشهر اكل بليبيا؟ الدولمه. الدولمه ما هي؟ شو اشهر اكله باريتريا؟ زقني. شو رايك نعمل اقعد جنبون؟ في حديث انا وياهم احاديث. بدنا نرجع على الجد يعني، هلا كنا عم نمزح ونتسلى، هلا بدنا نرجع على الجد. دي بنتك اللي راكده هونيك لحالها؟ طيب بلا بين ما نروح نجيبها اللي شو هي المبحتره. طيب انت شو مره سمعتي عن المبحتره؟ لا. سمعتي على المبحترة؟ ما سمعتوا فيها؟ لا. المبحترة؟ هاي باللبناني؟ ايه. ايه شو هي هالأكلة؟ بس برافو عليك، عرفت انها من لبنان، بس شو هي هالأكلة؟ شو في بقلبها؟ مبحترة أتوقع شيء مثل التبولة ولا شكل. ايه فيها بندورة، برافو عليك. شو عم تعملي افطارات؟ افطارات شوربة. شوربة؟ سمبوسة. سمبوسة تمر. وتمر؟ هذول اللي لازم كل يوم يكونوا على السفرة. ايه. وشو كمان هيك شيء أريتري؟ يعني من أريتري؟ ايه تقليد رمضان. شوربة أريترية. شوربة؟ عندنا خاص أريتريا. اها. ايه. وشو كمان؟ باللحمة وزي هيك، يعني شو تسمون انتو؟ برغل. برغل؟ ايه. برغل ولا برغل ناعم؟ لازم؟ ايه كل يوم. هذه الشوربة. بدنا نسألكم عن أكلة. ايه تفضلي. وإذا عرفتوها بتتربحوا. اوكي. اسمها المبحترة. مين سمع فيها؟ المبحترة. شو هي المبحترة؟ هي ما يعملوها بالجنوب ولا ولا اكثر شيء مشهوره؟ ما في اكله يسموها شكل بالشمال شكل بالجنوب. عندك لهجه لبنانيه شوي. ما امي لبنانيه ومرتي لبنانيه. بتعرف شو مره تعرفتوا على ناس لبنانيه؟ عندي جارتي. على عندي جارتي لبنانيه بس ما حصل اكلتها هي الاكله. ولا مره عزمتك على مبحتره؟ لا. كأنك بتمزحي. ما عزمتي على المبحتره. كلامي موجه لجارتي. فتوش. فتوش طبولي هذا اللي بتعمل لك. يعطني يا زلمه. ايه شفتي؟ لكن كثير لبناني انت، انت نصك لبناني ونصك الحلو لبناني. ايه الله يسلمك. قشرتني. مرة لما تشوفيها قولي اعملي لي مبحتره. شنو هي؟ ممكن انا اعملها. انت شو اسمك؟ سكريه. يا حياتي شو اسمك حلو كثير. أكلة لبنانية هي. ايه. ايه. برافو. ايه بس المواد مالتها. ايه. مالتها. تصور انها من لبنان تصور. مزبوط. ايه. بندورة. ايه. برافو. وبيض. ايه. ايه. بندورة وبيض. وشو كمان؟ وحر. وحر. العراقيين نعملها. تعملوها. اه. نعملها طماطة وبيض. طماطة وبيض. طماطم وبيض. في سوريا يمكن بيقولوا جازماز او طماطم وبيض، احنا نعملها بالعراق بس كتير طيبه.
هي نفسها شو اسمها بالعراق؟ طماطة وبيض. هي اكلها طماطة وبيض. هيك بقى؟ طماطة. رايحين راسكم يعني. شو اسمها؟ اسود نضاع وشوية ملح. ايه اها لا نحن بنقلم بحترة بلبنان. احنا بيض وطماطة وخلص. بس انتوا خلص ربحتوا. تاك شكرا. شكرا. لا عم تضحكي، هي اللي ربحت. هي اختي، اذا هي وذعاني نفس الشيء. خوات. اخوات مع هيك؟ انتوا اخوات عن جد؟ اها دزلكم اخوات؟ انا صار لي 12 سنة. وهي صار لي تقريبا 18. والله على كل حال هي بيض وبندورة وحر. اها خلي مدامتك اليوم تعمل لك اياها. ماشي بنقلها مبحترة. مبحترة؟ مبحترة. اليوم بقلها بتقلها بتقلك ديما مطبق وبلد عملي لي مبحترة. طيب ماشي خلص. خلص ان شاء الله على راسي. اهلا وسهلا. في يما ابو الله يسلمك الله يخليك. شكرا. بيض وبندورة وحار. اوكي ما عجب الطعم. سالك حار نحن متعودين يعني طوالي عندنا الحار. كل سنة وانتم بخير. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. ينعاد عليكم. امين ان شاء الله. ربحتي معنا من اس اي موبلر قسيمة شرائية بقيمة 500 جرام. اهلا وسهلا. تاك 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 سميكة. شكرا شكرا. شو عنا اليوم بفقرة معلومة؟ كثير منا ما بيعرف الفرق بين الخضروات والفواكه من الناحية الغذائية. أهم فرق بيناتهم هو أنه الفواكه بتحتوي على نسبة كبيرة من الألياف اللي بتساعد على عملية الهضم، بينما الخضار بتحتوي على الكثير من المعادن الأساسية واللي منها الحديد والمغنيسيوم وغيره. وتاني فرق هو أنه الفواكه بتحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية بعكس الخضار، لذا ينصح بتناول الخضار بكثرة عند الإحساس بالجوع. السلام عليكم. يحتاج الصائم في شهر رمضان بعد الإفطار إلى عصير طبيعي، فاختارينا عصير تمر هند. عصير تمر هند صحي وطريقته سهلة. مكوناته يتكون علبتين من تمر هند، هذا يكون أسود قوي لونه طوخ، والثاني يكون أسود لونه فاتح، أسود فاتح لين، وكوبين شكر هذا الكوب الصغير، وثلاث لترات مي. فتحنا العلبتين وخليناهم بجدر وخليناهم على النار، وراح ندير المي لحين ما يغلي. ثلاث لترات بعد ما غلى راح نرفعه من الطباخ ونخليه يبرد شوية على مود نصفي. بعد ما برد نبدي بتصفيته بالإيد على مود المونة مالته، الحموضة تبقى بيها. الآن بعد ما صفينا راح ندب الشكر بي كوبين قلنا، ونظل نخوط بي لحين ما يذوب الشكر كل الزين. وإذا طلع عندكم فخين تقدرون تخففوه بالمي، وإذا طلع بيه حموضة تزيدوا له شكر شوية، فأنتوا حسب الرغبة. أصبح جاهز عصير تمر هند، وطبعا يتقدم مع الثلج، تخلون بثلج. وعندي ملاحظة، ليش احنا اختارينا صنفين علبتين مختلفات؟ لأن جربنا احنا كل علبة تطلع مطيب، فمن الدمجون هاي العلبتين يطلع كلش طيب. وألف عافية على الجميع إن شاء الله. ونحن كمان ناطرين تبعتولنا فيديوهات من مواقيتكم الرمضانية لننشرها وتشارك بإمكانية الفوز بموبايل من سامسونج أو تذاكر سفر وهدايا تانية بآخر حلقة من برنامج طبق وبلد، وبعتوه على الإيميل التالي info@alcompass.sa. إجا الوقت نشوف مين اللي ربح معنا من بعد ما نزل اسمه بالسحب على تذكرة طيران من سبيس تاون، ورح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. ورابح الرابح هو أدهم
الأخرس. ألف مبروك أدهم، ربحت تذكرة طيران لدولة أوروبية مقدمة من سبيس تاون. ألف مبروك، وبكرة كمان في ربحان جديد، بس ما تنسوا تشاركونا بلايك أو تعليق أو شير لينزل اسمكم ضمن السحب. مشاهدينا، أنا بتمنى لكم صيام مقبول وأفطار شهي. هذا البرنامج برعاية ترانسفير جالاكسي، سبيس تاون، اسي مابلر، هيل بوب، الشامي سنتر، حلويات طيبة.